السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حماس أي أوامر عصب صوصارتي تاس أو أي فرتي أسكرتي ذا إلى لسم حبيس تلقايست إسرائيل. هذا الكل حماس كسو يري أي وحال ليا وعليسكي وقت كأبد تن يتضمضي أكتوبر وحي كدب بين نتنياهو سوجو. نعويا هذا الكل عليس كأبو ريو. ففاهين أي نذكرها هيا. لنا عكلي دولة بريطانيا أي وحى أي كل واخذي حالي إن أي جوجيني سقيب بدن أو كمدة هوبكي إسرائيل لو فينيسي نحيكو سبابيسي برنامج كان سكولة إيجي دورنا وقدام بين دولة السودان أي وحى أي كل واخذي إن أي ينحرتي حدود أي للايضا حي دالك إثيوبيا كدي مركي جبهات فانو أي قبصتي مقالة حدود أو أي للايضا حي دالك إثيوبيا السودان مجال هذا اللي يردو متهم ما سيوح وجران كسر هذا كوسو ماربيليا صاحب هذا قيمة قلهو وصدن كبشة سفر سند ككون أفر بقل أفرتني لح مالين تلادة كنا بيجن سد أحد بشة سبتمبر أما سجالات سند كلب كون أفر لباتن أنا ذكر بالله برنامج كخضب كوجه الرياكاس أو كأدن أوامر عصب أو أي دول لكتاي أسكرتي ذا واردية سمحا بيستا إسرائيل حماس نحي تاي أمر كان كصوب حي حماس مدح دي ذا ساري وحي أمر بوحا كسيين هادي إسرائيل أي إسكودة إذا محا بيستا لهاي إني حو كسو دويسو تاس أو كمي دهابا للي قرشيه أي إسرائيل قوان ستاي تدبادة أكتوبر كدب ويرانكي أي قادي سي سدح دي شيء ربتيني كو قوليستو هذا إسكو ديان بيلهن إنه حو كسو فرطان أمر وحالوسي دادك واردية محابيس تاس عيدا مداس إنه فصح وقبان إنه يدلي كران أو أي لين كران تن وحال ليا هو أرين عصب يعلاس عصب أو مامل كنتياهو سو وجهة برياها وحو نتياهو كوعد عليني إنه سن قزك بحينين إنه صو أفجاريو إنه باب إنه حماس سيدو كلا محابيس تان حو كينيو أو سوع عليني قريو دي كينيو لكن هذا حماس وحيلة ده شاكة دي هراء اهيد وان الالين هنا محابيست وان نورينا ايو وان لقحينا حيلة يهين محابيست قدد كقزل لغو هايو اسرائيل ايدو قينتا نغو ودو مرول باي اسكو ديان اني محبوس سود ديان اما يحوق اسكو ديان اسكرتا اما قولة الاليس امر وحالغو سيي ان اي دلان ميليشيات كي الاليو اما كوحاها الالي دادك اسلايستو وحا أمر لغوسيه إنه داد كاد ديلي كران وحا اللي نتنياهو مارك حالة دا كو أدا كاد ويرار كي مسيوة دي دونا أو دو قينتي لحدي محابيست أهي ديلكو دي كدبنا تلافيف إيا ميلاب بدن أو كتر سن إسرائيل وحا كسو عدم دوهرا دي آن كالاقو لهين قويساسكي داد كاد لغاد ديلينا نتنياهو وحي كو أدين يان إنو أساق مسيو لكي إيقو دنباين حالي مقربادي مركي تاريخو هاي تسقالي لبعتك بيشا سفر سنتكون أفر بغو أفرتاني لح سنين تي هابيني مدى التلاتة سوق قليسي نتياهو دادك يهودو لهالي وحا اوسي رالي قلين قويساسك دادك لغاهيستو إساقو كر رالي قري قارهان قويساسك لح دا قف ما عرتي ميددكو دا لغا سوقا دي قددك قصة اسبوعي هادا اها وكر رالي قلي وحا او قرتي إن إساقا أو سبب يعني أوران إن إساقا أو دايا عيدات كاس أو إيو حكرها لقلي إن يكو قولي سنوائيين إن دات كاس قريوه دا يكو شيء عليان إياقو النول لكن ميدود كو دي لكان مركب الباهين تال جزيرو كالوحي سواقا نطي هذا الكاكسو يري أفايانكا إن حماس أبو العبيدة أي سواقا نطي وحي لا هذا هاي سيدال جزيرو كو قران قايبت إنجلش كا حماس وحي تري هذا إسكو ديان داد كاس إنه حوك كسو فرطان إسرائيل وحي جين دوانان أما إسرائيل ديب وقوع لين دوانان أيغو كرفن تو دو وطو معنى أيغو ميدا أمبايلا نقون دوانان قف نول لمن نقون دوانتان لمن نقون دوانتين معنى ميد أمبات قادن دوانتان وحال الله يايتان وحي عبسي عصب إعرير عصب قلنيسا سياسر دي نتنياهو أي أهي إنو سنوضا هذا القلينين هادي حماس أي سن أوغرانين فلادلفيا كاردول أما مارينكا رفح إني إذا ماذا إسرائيل كسو نانا يعني حتى هادي اللي يشيو أنا نتنياهو تاسو كوميتي داي حماس تاسو ويدي دنيت وهذا هذا هو اللي أقول ياي لكن إسرائيل غزاها كوضا بحضو إن هذا مركا نتنياهو ولاي هاي أنا ربي إن أن معركة إذن
ciidan keen ku haayo Philadelphia ama Rafah xuduuda Rafah ee qasay masar u dhaxayso ay dhibaatoan dhacday waxay ahay dadkii nalaga haystay iyagoo nool lixdan maxabiis ee la dilay inaan soo celiyo ayaa haboonay markuu intaas yiri marka hadal warbaahinta Israa'il qaar badan wuxuu qorayaan hadal kan Netanyahu leeyahay macnaheedu meeshan jahwareer kale ka jiro wuxuu leeyahay een waxaan diidanaa ama aan diidanahay hadii aan baneyno Rafah Hamas waxa u suurtagelaysa inay dib isu soo habayso dib isu soo qaadayso oo mar kale iyadoo awood la ay qasa qabsato 7 Oktoobar weeraradin inay soo celiso oo dabeeshii qasa waxa loo bixiyay dabeesha Qudus ama waxa loo bixiyay ayay soo celinaysaa buu dhahay baa dhici karto oo 1200 dadka ay ku sheegeen laga dilay ayaa markaa dhici karto in laga dilo si marka taas ay u dhicin ayaa waxaan rabnay buu dhahay inaan xuduuda Rafah hayno oo aanan ka bixin ciidamadeena marka Netanyahu meeshaas aad buu muhiim u arkaa isagii qaar badan oo maamulkiisa ka tirsan dad uga soo horjeeda way jiraan qaar saraakiisha military ka tirsan wasiir gaashaandhiga qaar badan baa ka soo horjeedo een wasiirada qaar sida ganacsiga een wasiirka een amniga Itamar Bingiver iyo ragga xag jirka ah way la qabaan Netanyahu inaan laga bixin qasa iska bada ayaga in qasa Rafah laga bixin ayaga waxay qabaan qasa oo dhan inaan laga bixin laakiin arrintan waxaan suuragelinaynin culayska hadda ka jir dhulka Falastiiniinta iyo ciidanka Israa'il culayska ka haysta dagaal xoogan wuxuu ka haystaa marinka qasa ama marinka in Falastiiniinta daanta galbeed xaalad culus ayaa ka haysto West Bank meesha loo yaqaano een raggii meeshaas ka dagaalamay ama jabhadaha meesha ka dagaalamo waxay leeyihiin hadda hub casri ay ku dagaalamayaan ilaa Iran ay ku eedeeyaan meeshaas dagaal baan askar badan looga dilay booliis aan looga dilay culays badan maamulka Netanyahu ka haysta qasa gudaheedana dagaal adaga ku haysto oo ciidamadii qaar baa waxay diideen baa maartay muddo 2 isbuuc ka soo wareegatay inay dib ugu noqdaan kuwa fasax ku maqnaamaba noqonayna 20 askari ilaa maxkamad military looga yeero marka culayskaas haysto ilaa xalay uu Netanyahu maartay raaligelin ka bixiyay waa qodobka marka meesha uga gudubno waxaan noo soo socda labo qodob oo midig uu ka mid yahay marka Netanyahu maamulkiisa culays diblomaasiyadeed iyo mid sharci ayaa ka soo wajahaya saxulufada iyo saaxiibada Israa'il ay maart ku leedahay dalalka reer galbeedka culays weyn ayaa soo wajahay Britain go'aanay qaadatay waa isleegi doonaa oo ay ka qaadatay hubka ay u dhoofinaysay Israa'il sidoo kale Suudaan maxay u xirantay xuduudda ila laadaa Ethiopia tani maxay uga dhigan tahay maamulka Abiy Ahmed oo culays iyo dagaalo Ethiopia gudaheeda uu uga socdo marka horese ku soo dhawaada barashada quraanka al-qari'a fursad weyn ayaan halkan idinkugu hayaa walaalaha qiimiga badan macadka Al-Buruj online Islamic studies wuxuu ku diyaariyay fursad adoo gurigaada goobtaada shaqo jooga aad barashada quraanka ugu diyaarin karta caruurtaadi adigaba waqti gaaban ku baro quraanka ilaahay subxaana wa tacaala hingaada luqa carabiya iyo xafidaada tafsiir wal aadiyati dabaha meelha aadin adigii ilmahaaga macalimiin khibrad u leh inay ku baraan ayaa kugu diyaara hadaba wac oo la xiriir taleefannada shaashada kaaga muuqda waa warjeeyay inaad qorateen oo aad ka faa'iideysteen walaalaha qiimiga leh intaan qodobada kale u gudbin waxaan rabaa dhamaantiin inaan idinku soo dhaweey mar kale kow Somali Media haddaad ka mid tahay saaxiibada muddada 2 sano ku dhow channelka nagala socday ama barta Facebook nagala socday waxaan ku leeyahay soo dhow waxaan ku sii soconaa in aan gaarno 500,000 shambuqol iyo jajab ayaan ku soconaa dhanka Facebook ee YouTube-ka Facebook-ga oo gaari doona dhinaca Facebook-ga waxaan ku sii soconaa 100,000 wax yar ka dhimina 200,000 marka Facebook-ga runtii aad baa marka dhamaantiin waan idiin mahadcelinayaa hadda YouTube-ka maalintii aan 100,000 gaarnay wuxuu noo soo diray bahashan silver-ka ah halka noo saaran intiina garanayso silver-ku aad garanaysaan waxaa noo soo socdo gold-ga marka waxaan rabaa dhamaantiin aad u dhawaa mahadsantihiin saaxiibada halkan nagula xiran ee muddada runtii waqti gaaban gudahood ayaa waxaan ku gaarnay macnaha wax aan la qiyaasi karin waxaan rabaa inaan idiin mahadceliyo in dadku waqti ku siiyaan ku dhageystaan barnaamijyadeena barnaamijyada la socdaan
وحي نوغا اللي قنطاي رنتي وحوين أدبان إذن كوما هاد علينيا وحي طلاء وحي توسينة وحي فيدباقة لمان أدبان سودوينيا إن فيدباقة سيوحا رمضتك إلا حسوسي وحا جرى قاب رنتي آدابة أو حتى دي فيدباق لمحنا قفك هاد أريكو دليلة يسوكالي أما هاداد وحكور رعصانتاي آداب لو قد بياجرتو المها حتى مركا حوشي جزا وريا صص هذا نهضو إيه مركا نهضو وافي عن تاي لكن سدا إسدا إسكسح سدا إسدا صمي سدا إسدا ركوا لكن فيدباك أنا كلي ما صحيح بدا مارت برام جود كحرنتي مركا فيدباك سين إنسان وح أسي إنسان قاب هنتي أسلوب إنسان وين في عن تاي قفكو كا قاعد أنا مركا نهضو مصطفى برام جود ولا سؤال لكن قلب كاس قدر أنت أنت أسكسح أنت أنت هذا في الباقي ده عن أسبوعية دي هذا أروري وحكم ده برامج جد مركان شيء قام معلنتي التاريخ ده إنهم كدروا تحسن هذا وجود ده لا وأنا سول وينيا في الباقي ده كلا يسول جاري وحكم ضد كخراح إنهم مركان هلا يسواق قيلسا حقا حاس هذا يضرب وصغير إن شاء الله دبع على إنسان وكل دويهين مرك أكبر هنتي لما أنتي لين جعلهاي مهمة ده يروح حيث إن المعلومات نظيفة والدقيقة أو سوغان إن إذن لسعوتيو إن يسيدو كالي إن وحيابة علمي أهان داد كحتا وحترا وانا يتوصالو وحيانو مارت إسلامنو إن نسوفا إذنو تنالك مركو حان كسو داري أما آن كسو دارني آن ربا إن ولالاها أغفا إذنو قيب جوين هادا تكتيد آد ممبر كان نقطو برنامجة غاران دياري أو آن سيودي دونا دياري دونا داد كممبر اسكا حمناها جوكتا دا مركالك اسكسي اسكرجس غري جوين هدا تاوتو اد كوسو بيرتو ممبر انا قونيسا حبني مداس وحي فودينسا ان انا اديك توس ود خيرينو وحي سؤال وحي معلومات اد باهت الى وداغتو لبا برنامج جاره او كوكوبن كو علميه كو دينيه كو وانا كو توسالا رنتي اد كفايدي دونتا مركالكاس لخيرين يدان واي او ما سنتين رالي اهدا ان انا دي كو ديريو قودبودو دمبيانو غلينا يو كي انو مانو حكيها الرماها دبده دلك بريتن إن ديفيد لامي ولها اللي برلمان كدلك بريتن أيها بينك حلاقيها وح وشجعي إن يوكي أي جوجي سي أما أي جوجي نيسو هوب كأي قارب بدن أو كم إذا هوب كأي دلك هوب كأي دلك إنغريز كله فين ين إن مارتي إسرائيل قيب هان وان جوجي أي ليهن وحين كوسب بيان وحان إنغريز وكب قيب ليهن إن هبكو ذا لو استعماله إن دات رأي ذا لغو لايو تاسنا وحيكو إمانة ساهي إن مان humanitarian law شرعي لو يقانام شرعي بني آدن نماذا أي كور إمانة ساه كونسين كاس إي قبان درتيد إنجريسكو حوقو آنصدي إني قيبهان أما إنتو أغو بادن إني جوجيين مركا دلال بادن أو جوجيه جرو قار هادا كفكري إني جوجيان قار حرير كسرايلو كوحو ماذي تان إنت مركا نظام كاد إنجليز كايستي ليبر كا أي قبصلين دلك بريتن حرير إسرائيل سيد هرماء تونتي كوي هري أدس كقولوا كونسرفتيف كا وأنا صوبت مرة كقار حتى إن نيكن مرايكن كا حد أطر تامي مدحوني ماذا وأد مارتي ودلع دونالد ترامب وحتى ويري مارتي إنجليز ويري فلسطين وكاليني هين وهذا لوك دور دري مركا وعلاس كلا للي هي سياسة دهان كتوسا يسو مركلة إن عالم كحتى كو يسكي إن لتراي إنتا كدي بإسرائيل مارتي من الترجي دي باعتادة قزائي كيجي سانيا لوك فلسطينيين إنا إنتا كدي بإيسان قرسو مينين وي قضبكا مركا نباش او قدبنا وحانو قدبنا قضبكا كو آدن سودان سودان سيدا ورباهين سودان اي قرى يسو وحاي حرتي حدود اي للي يدهاي ديگان كلو يقانو een maaragtay ama dhulka Ethiopia gaar ahaan waxay xireen xuduudeeda kadib markii ay maalintii shalay ay qabsatay jabhada faano ee amharada ka soo horjeedo Abiy Ahmed dagaalka adag kula jirto deegaanka dhowr ay hore uga qabsatay intii aan la soconin een mar ay qabsadaan waa laga saaraa hadana way soo qabsadaan macnaha jahwareer weyn meeshaas ka taagan hadda magaalada Metema laha waa magaalo muhiim ah leh وأنا مجالك بتاعنا حدود السودان إثيوبيا مركز السودانيين تو حيكبقين قار إذا ماذا إثيوبيا توربعين قار قريسي سدى وبرامش ورشلة عشان نعم كدرني أي واحد أقلن إن عي السودان السودان مركز يدرفت كده قال سقي ولا يصير بدنا هيستو ما أود هوب
iyo maartay ciidamo kale iyo meeshaas inay noqoto meel jabhad ay maamusho oo dhibaato kale uga imaado marka waxa la leeyahay maamulka Abi Ahmed tan waxay ku noqonaysaa culays kale oo Suudaan inay xuduud uga xirato Ethiopia inay uga baqdo inay dhibaato dhinacaas uga imaado waxay ku saasaa leedahay macnaha inay dawladda Abi Ahmed si daciifayso daciifnimo ay hayso waxay ku soo aaday dhibaatadan ay ku sii ballaarnayso iyo jabhadan faano xilli dagaal adag oo siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed ee kala dhaxayso dowladaha Masar iyo Soomaaliya dowladda Masar ayaa dacwo UN ka geysay Ethiopia taas oo ay uga cabanayso daamka ay ka sameeyneyso wabiga Nile taas oo ay masaaridu aragtay in noloshooda khatar ay ku tahay marka waxa weeye daamka hadda masaaridu laftirkooda waqti dambe ba baraarugeen ba oo Marsis iyo kooxdiisa waqti dambe baraarugeen boqolkiiba 70 waxa leeyahay Abi Ahmed waxaan wuu sameeyay marka ninkii dhan Nobel Peace Prize ka loo siiyay in uu wadamada dariska iyo kuwa Afrika uu nabad iyo maartay maalmihii uu Soomaaliya Eritrea isku sawiray waxa la leeyahay Abi Ahmed nabad buu keeno Afrika Norway isla markii aan idhaahday hay'adda bixiso bilada nabadda dhab Nobel Peace Prize siisay had dad badan oo Soomaali iyo Masaari iyo kuwo kale Afrikaan iyo kulli waxaa loo ololeynayaa petition laga geynayaa in laga celiyo Abi Ahmed Nobel Peace Prize laba sabab darteed kow wadamada Afrika iyo dariska nabad hadda macnaha nabad iyo wixii uu sheeganay kalama dhaxaysaa leeyahay oo khilaaf ba'an iyo dagaalo ba'an uu gobolka rabaa inuu geliyo laba waxaa leeyahay Ethiopia dhexdeeda dab uu ka shiday xaaladda Ethiopia maanta ay ku jirto weligeed ma gelinaan leh amaan ahaan iyo dhaqaale ahaan dhinac walba marka waa xaalad cusub oo dhinaca iyadana kasoo kordhay walaalaha qiimiga loo meel baa daga daawanaysaa intaynu kulmeyno barnaamijkan mid lamida maanta qaybta inta ayaanu kusoo gabagabeynaynaa waxaan idinkaga tegaa sidaa in nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu